حياتي، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بصحه وعافيه. راني طليت عليكم رغم اني فريمون كنت ما نقدرش في هاد الايامات اللي صورت لكم الايام الاولى تنفاسي. انا كيما خرجنا من لاكلينيك مروحين للدار، خطفت روحي بوك صورت لكم لقيطات، يعني ما همش هادو تقاليد تاعنا ولا العادات تاع النفس ولا والو، فقط باش نطلع عليكم ونجاوب على الاسئله تاعكم، نشارككم شويه يا لو كان نقطه من بحر كيما نقولوا هذوك الايامات الاولين، ونجاوب على اسئلتكم. هكا ندير الكوراج باش ما نغيبش عليكم، والفيديوهات الجايين بزاف بزاف هايلين. دونك نتمنى تبداو لا فيديو بلايك كل هذا كامل، روحوا ديروا لايك. وهنايا بديتكم انا يا بالحلاوه، ان شاء الله ايامكم كلكم حلوه. وهكذا استقبلتني اختي عجوزتي كي خرجت، لقيتها استقبلتني بالحلاوه، لقيت الصالون شوفوا كيفاش مفرش، حسيت العيد على بالكم تلمو كنت في جو تاع كلينيك وتسبيطار وكل، كي خرجت حسيت روحي في العيد. دايوغ هاد الفراش تاع الصالون سقسيتوني عليه بزاف، هذا هو الفراش تاعي اللي ديتو في التخوزو ونحطو بريس غير في العيد، يعني حسيتو الجو تاع العيد هكا باش تديو فكره. لقيت البومبو تاعي ماتو قلت لي غير وحده. دونك هنايا كنت بديت نمشي شويه الايامات اللي بديت نمشي فيهم. الحاجه اللي دارت على عجوزتي هي الحلاوه البقلاوه. دايوغ هاد السنيوه اللي راكم تشوفوا فيها دوكا راهي ما تكزيستيش، راهي خلصت في دقيقتها. جيست خطفت لكم هاد المقطع الصغير تشوفوا واش سجات لي، وان شاء الله نشارك معكم تحضيرات تاع نفاس ان شاء الله، واسبوع قريبا جدا. دونك اول حاجه البنات روحوا فعلوا الجرس وفعلوا هذوك الاشعارات باش يلحقوكم، على خاطر بكره راكم تبعتوا لي تقولوا لي يوتيوب ما راهوش خرجتنا بلي كي حطيتي فيديو وما راهوش يقترح الفيديوهات تاعي. دونك نتوما نحبكم تدعموني باش انا ندير الكوراج ونجي نطلع عليكم ديما هكذا هكذا. دونك هذا الفيديو بزاف كيوت، راح نشارك معكم فيها بزاف حوايج ونجاوب على الاسئله تاعكم اللي كنتو سقسيتوني عليهم بالتفصيل. اول سؤال حبوباتي كنتو سقسيتوه لي، وعلاش درتي اون سيزاريان، على ما زيتيش زياده طبيعيه؟ دونك حبوباتي انايا من قبل في لا فيزيت الاخرى عند الجينيكولوج كان قالت لي بلي البيبي راهو الكوردون يعني الحبل السري هذاك مرفوع ملفوف ولا مربوط على رقبته زوج ربطات، يعني قالت لي كاين ريسك في الزياده تاعك اذا ما كنتيش فخت وما كنتيش تعرفي يعني تزيدي وكامل وتتحملي وتكوني اكتيف. قالت لي قادر بعيد شهر تو بير لو بيبي. وانا كيما راكم عشتوا معايا المرحله الحمل تاعي كانت بزاف صعيبه، دايوغ انايا ما جيت نوصل لشهر 9 على بالسيف. دونك طبعا ما حبيتش كيما نقولوا نخاطر، ما حبيتش ندير لو ريسك خلاص. دونك ديسيدينا اون سيزاريان وكانت مبروغراميه من قبل. الوغ كيفاش راني نجوز يامتي واش راني ناكل في الاول؟ الوغ الوصفات البنات اللي يديروا الحليب بزاف، كاين بزاف وصفات مدوهم من الاطباء في الكلينيك وصح جربتهم ولقيت عليهم نتيجه. هنا كنت ما نقدرش نصور، كنت غير في الفراش يعني صورت لكم لا بلو بار. حنا نفطروا هذه نسميوها بسيسه في قسنطينه، كاين اللي يسميوها زرير كاين طمينه. دونك كنت ناكل شوي بسيسه وتكون جاريه باه ما تكونستيبيوش على جاله الجرح ولا سيزاريان، ما تحبش كونستيباسيون. كنت غراف مريضه ونشرب اون تيزان نورمال. هنا نقول لكم الحل تحقوا بينا في الانستغرام يا البنات، اني نشارك معهم ستوريات. هنا كانت قتلني راسي من الاثر تاع سيزاريان، ما حبش يروح لي هذاك الاثر تاع التخدير مش تاع سيزاريان تاع الانستيزي البنات، ما حبش يروح لي. دونك كنت انايا قد نحوس وشو الحاجه اللي تخرج لي لي في تاع هذاك المخدر تاع الانستيزي من الكورتي باسكو هلكني مرات بزاف، يقتلني راسي نشرب لي كالمون نشرب كلش ما يحبسليش. ثاني البنات لا دولور يعني ناثرت فيا هاد المره اكثر من المره الاولى. كنت حوست على حاجه دير لي ديتوكس للكور تاعي باش نتفاهموا البنات. هاد لاتيزان كنت انا كومونديتها ابخي ما زيت ولحقتني يعني واحد 3 ايام ورا زياتي. في الاول كنت نشرب تيزانه هذيك عاديه وماشي هما بعثوها لي، يعني كم شفتوها عن بالي عن بزاف يوتيوبرز، لكن انا ما كانوش يعني بعثوا لي باش نجربها. بصح شفت بزاف يوتيوبرز هضروا عليها بكل وقالوا مليحه خاصه ليوتيوبرز تاع الخارج. دونك انا في الاول كنت نشرب هاد لا تيزان العاديه ومازالني نشربهم، راني يعني نخلط بينهم في زول.
حبيت بوك نشارككم معايا. اذا كان بزاف كاين في التعليقات قريت بلي راكم دي زونسانت وبزاف حابين نشيانو، قلت نشارك معكم. يعني سي با اشهار ولا حاجه، هذه انا شريتها بدرهمي وغنحط لكم لي شريتها. بون البنات هذه شي الفائده تاعها، وعم بالكم بلينا اخصائيه تغذيه يعني قاريه انا تغذيه وكامل، حتى قريت مليح عليها وشفت الفوائد وشفت ما نفسيت لقاو التجارب تاع الناس اللي جربوها وقيت المكونات كل باش قنعت باش كومونديتها، رغم انه البري تاعها شوي غالي بصح كي تشوفوا الفائده تاعها مش خساره في بني اللي نزيد نردعوا لانستيزي ما نكذبش عليكم. دونك هي البنات تيزانه طبيعيه فيها لو تي نوار لو تي فير، فيها دي فروي مجففين يعني دي فروي ساش، فيها تاني بزاف مكونات، فيها قشور الرمان، فيها الاناناس، فيها نقول لكم مانيش قاريه كلش تقراو في السيت نتاعهم كل المكونات، وفيها من فواكه احنا ما عندناش في الجزائر غاليين مجففه، يعني خليط العديد من الاعشاب اللي تكون واش دير تصفي الجسم تاعنا من السموم اللي راهو فيه. كيما عم بالكم الاكل تاعنا ماهوش صحي خلاص، عندنا هذوك كيما نقولوا لي كونسيرفاتور لي كولورون، حوايج هذوك كل في الجسم تاعنا، الماكله المش صحيه، الخلايطات، السكريات يصفي الكبده تاعهم. وهاد الساشي يعني البنات يدار 400,000 وتقدروا وماشي تقدروا المده تاعو تشربوه 28 يوم بصح، اذا حبيتوا يعني تصفيه بصح لازم 2 موا حتى 3 موا. كي تشريو دو ساشي اللي يجيو ب 800 يزيدوا لكم هما الثوازيام غراتوي، ويزيدوا لكم معاه الترموس انتيليجون اللي يحفظ الحراره، يعني نحط فيه عجبني اصلا كنت حابه نشريه وحده ما كانش عم بالي بلي يتباع معاهم، يعني يحفظ لكم لا شالور تاع لاتيزان الداخل. وتاني نطلعها معايا للبيت نشرب في الليل، وكنت الصباح نشربها تصفي الجسم وتمد لكم طاقه وتشين، يعني واش دير تسرع الميتابوليزم في الجسم، يعني تروح طول الشحم الزايده هذيك تحرقها. اللي حابين يشيانو باسكو انا في الانستغرام راني نشارك معكم بزاف عليها، نقول لكم التحقوا، نشارك معاهم اليوميات، نشارك معكم يا البنات كلشي كلشي. دونك شاركت معهم وصفه باش يسمعوا، دونك اللي يحبوا يشيانو تاني قالوا لي راني شاركت معكم. هذا يساعد بزاف بزاف، فيه قلت لكم بزاف مكونات اللي يعاونوا باش تفقدي لو بوا، وكم انا راني هزيت لو بوا ثم قلت حتفيدني في كل النواحي. دونك راني شاركتها معكم وننصحكم بها باسكو عم بالكم بلي يعني ما نشريش حاجه ومحال نحطها 800,000 فيها في تاي ما عنده معناتها معنى تقراو عليه في كل البلدان، لانه الماني صنع يعني يفيد بالبزاف. حطيت لكم اللي نشريوهم وماشي خساره في الكوغ تاعي ما نكذبش عليكم، باش نصفي الجسم تاعنا حنا ما نديروش خلاص الديتوكس. دونك راني قدا نشرب في الصباح تيزانه هذه تاع فيتايا، وفي الليل وكامل نكمل بالتيزانه الاخرى، لانه الجسم تاعنا يحتاج السوائل بزاف باش يهبط الحليب في المراه وتقدر ترضع البيبي تاعها. هنا يا البنات واش سقسيتوني تاني، سقسيت توني على الاسعار تاع السيزاريان واسعار في الولاده في الكلينيك وكل البنات، ادخلوا جوجل اكتبوا اي اسم تاع الكلينيك تلقاو الارقام تاعهم، عيطوا لهم يعطوكم كل التفاصيل. باسكو كاين اللي متعاقدين مع الكلينيك مثلا تكوني شيخه ولا ومتعاقدين معك الكلينيك تروحي تزيدي عندهم وشغل الدوله ترومبرتي لك انت تسلكي اون سوم صغيره. دونك كل واحد كيفاش، يعني من الاحسن تطابيو الاسم تاع اي كلينيك في اي ولايه تخرج لكم الموقع تاعها البلاصه والارقام تاعهم وتواصلوا معاهم ويعطيوكم تو لي ديتاي. هذه هي باسكو شغل الاجابه تاعي مش حتفيدكم بكل كل وحده ولوكا تاعها. كيما انايا مانيش حنقول لكم باللي كنا متعاقدين معاهم ولا انا جي بي نورمال لا لاسوم، فهمتوا البنات؟ دونك كل واحد كيفاش. هي كي تعودي ما عندكش متعاقده معاهم تلكي 10 ملايين بوغ لا سيزاريان، الولاده العاديه والله ما على بالي. حاجه اخرى ثاني البنات سقسيتوني عليها هي القش تاع بني، هنا صرات فيه ضربه. قلت لكم كنت ما شريتلوش حوايج بزاف كيما شفتوا، شريت له غير حويجات صغار يعني تاع لوموان الاول، والبيبي كيما قلت لكم شغل يخمج بزاف في قشو في لاكوش تخرج له، صات فيه ضربه مسكين، وكان قشو الاول ما شاحلوش، والثانيه البنات جون لبسته له وزاد خرج فيه ما لقيتش واش لبس له، رحت نجري خلت القش تاع خوه مالغري قش تاع خوه كل ما ديته يعني كامل جوه كبار، كنت زربت كومونديت له كل شيء، قلت به ما نزيدش خلاص نطيح في هذا لوكا. وثاني كي وصلني لو كولي وصلني باهي وكامل شاركته معاكم باسكو كاين بزاف دي مامون لي بعتولي اللي قالوا لي حنزيدو. بعت لكم حطيت لكم بلوتو لاباج باش تشوفوا حويجاتهم يسخفوا، عجبوني بالبزاف. قلت الا كنتو دي فيتور مامون ولا حبيتو ديرو دي كادو لكن عندكم زيوت جديد في لافامي قشهم يسخف.
يوصلوا لكم باب الدار، هاي الصفحة تاعهم، ونزيد نحط لكم في صندوق الوصف الى حبيتوا تكومونديو عليهم. دونك واش درت يا البنات؟ ما درتش كيما المره الاولى، ما كومونديتلوش غير الكبار. المره هذه البيبي جا شويه صغير، كومونديتلو شويه صغار وشويه تاع ربيع، بعد بها معاه كبر يلقى وش يلبس. يعني الحاجه اللي عجبتني كومونديتها، خلط له من كل شيء، والكاليتي بزاف هايله. مام لي كوسموس هذوك اللي يخرج بهم ما كنتش شريت له باش يروح يدير دوكا لي فاكسون كامل. يعني الانسان ينسى انسان توما دو بريفيرون. البنات ما تخليوش الاخر لحظه، سورتو مع البرد دوك القشمر هوش ينشف ليه ليه، كي عادوا كيوت وباهيين. حبيت نشارككم معكم هكا، تديو افكار على لي موديل، واللي حتزيد تدي افكار على الصفحات اللي تقدر تكوموندي منهم. قولوا لي الا عجبكم القش، باسكو انا هبلت عليهم كي وصلوا قدامي، مش خلاص كيما لا فوتو، احسن من لا فوتو. فوالا البنات، الكاليتي كيما تاع الخارج قطن وبزاف بزاف حطه، يعني يهبلوت على بيبي. هذه هي، حبيت نشارك معكم ونطلع عليكم حبوبات ونزقت عليكم ونتوانس معاكم شويه. دونك هذا الفيديو البنات راهم اليومين ثلاثه اللي ولي مبقت زياده تاعي، يعني ما كنتش نقدر هنا، كي قدرت نوقف باسكو الوقفه ما جاتنيش صعيبه. قلت لكم درت الابره هذيك اللي سقسيتوني عليها، اسمها توب بلوك، تندار مع تخلصوا بعد لا سيزاريان ولا اي اوبيراسيون كانت، يعني اي عمليه في الجسم يتحل فيها لابو، يديروه باش الجرح ومن بعد ما يوجعكمش كي تحبوا تمشي ولا ماشي ما يوجعكمش، خلاص ميعاون انه يتنقص الالم. انا عاونتني بزاف، والسعر تاعها قلت لكم يا البنات 1 مليون. درك فعاله ولا مش فعاله؟ على حساب لي كلينيك، كاين دي كلينيك اللي ينقصوا لها في ليفيكاسيتي وما ندير لكم والو، كاين دي كلينيك يخافوا ربي شغل ما ينقصوا لهاش لا دوز تاعها. دوك سقسيو، شوفوا نصيحتي لكم، سقسيو مليح على الانسان اللي راح يوبيريكم، لانستيزيست، الطبيب كامل، ما لسقسيو كلش. ولا كان عندكم مخاوف ولا حوايج اهضروهم باش ما تريسكيوش بروحكم، وطبيب يكون كيما نقولوا ادرى. وحاجه اخرى، كاين بنات قالوا لي ميري خوفتينا بزاف. لا لا البنات، كيما انا لا سيزاريان تاعي جاتني صعيبه، كاين بنات جاتهم كي اللعبه، كل وحده والجسم تاعها، كل وحده والتفاعل تاعها، وخاصه العامل النفسي لعب دور كبير. سورتو كي تعند لا غروسيس تاعك الاولى ماكيش خايفه ومتفائله كل ما يصرى لك والو. انا كانت عندي التجربه الاولى يعني ناس مش مليحه، خلاص تجربتي الاولى عقدتني، كي نتفكرها في الدار وانا مانيش اونسيت ونوض نبكي، يعني صح صح دارت لي صدمه منها. على هذيك خفت بزاف في الثانيه وشبحت روحي انا، يعني فريمون خفت. ما نكذبش عليكم، لازم تلقاو دعم نفسي وقت ما تزيدوا، هذا هو رايي الشخصي. هكا كيما واحد يكالمي كويس ولاجيك انت تطمئني وترخفي روحك وما تتالميش بزاف، فهمتوني؟ دي نهضر لكم ليها، قدرت تفوت عليكم كيما نقولوا كيما الماء. اصلا كاين بزاف بنات ساوني قالوا لي ميري زيادة طبيعية أحسن ولا سيزاريان، نقول لكم اللي خلقها ربي هي الأحسن، الطبيعية الأحسن، لأنه ربي هذيك هذاك هو الشكل اللي خلقنا نولدوا به. لكن كيما تصرى كيما نقولوا تعقيدات ويتحتم الأمر، الله غالب، وممكن تفوت عليكم سهلة جدا، يعني ماشي شرط. أوكي، اللي جاتها الوقفة في سيزاريان صعيبة، أنا الوقفة المرة الأولى في ولادتي جاتني تقتل وما ارتحتش قريب شهرين، لكن في هذه وقفت ليه ليه، يعني ماشي شرط، ماهوش تجربه تاعي، مش شرط بكل تفوتوا عليها. انا واش قلت لكم؟ ما قلت لكم شاركتكم تجربتي الشخصيه، مش معناتها تعيشوا نفس الشيء، وما نتمنى لكمش تعيشوا نفس الشيء، نتمنى لكم كل خير يا البنات. هذه هي باذن الله الفيديوهات الجايين راح نشارك معاكم اسبوع لي غاتو تجهيزات وشريت ما عن رمضان كلش كلش. دونك نتمنى تكونوا متفاعلين، خليوا لي لايك وتعليق، واي سؤال راح نجاوب عليه، وان شاء الله كنت خفيفه عليكم، نحبكم بزاف.